الأستاذة الدكتورة أمل أصبان الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة المصرية والإعلام في هذا الموضوع المهم والشيء برضو مرة أخرى مع الاحترام للقامات الموجودة بالكامل. النهضة تحديدا عن تيران وصنافير في القانون الدولي، ودي الندوة الثانية. احنا كنا عملنا الندوة الأولى قبل كده، كان حضر فيها سيد رئيس الجمعية المصرية الجغرافية ودكتور سيد الحسيني والسيد مقرر لجنة الجغرافية في المجلس الأعلى للثقافة، كانت قبل أكثر من شهر، وجاءوا معهم الخرائط حول وتحدثوا حول جزيرة تيران وصنافير. مصر معهد للأمم المتحدة والسفير الامريكي في مصر جيمس كابري والسفير البريطاني تقول له ده احنا قررنا غلق خليج العقبه على اساس بالاتفاق مع السعوديه هنحط مدافعنا وعساكرنا في تيران، ومن راس النصراني عند المدسين هناك هنمنع مرور السفن في ذلك مرور البريء، بحيث بنفتش السفن وفقا لقواعد الحرب عن طريق مجلس المختص بذلك ان نصادر الحاجات الاستراتيجيه اللي رايحه لاسرائيل، ونمنع السفن الاسرائيليه من المرور. حاولت اسرائيل بمشي مرة مركب، ضربنا مدفع انذار مدفع غرق، لكن اشتكيونا للامم المتحده. كل المناقشات اللي دارت في الامم المتحده لم تدعي مصر على حد علمي، لو ثبت عكس الكلام ده اللي انا ما شفتوش، لم تدعي في يوم من الايام ان دي ارضي في تيران وصنافير، وانما قالت انا بدافع عن الحقوق العربيه.